السلام عليكم. في الفيديو اللي فات شفنا الكونتور، هذا الفيديو غادي نشوفوا دي كونتور. نرجعوا لاخر بروجي كنا حالين اللي هو هذا. هنا كنا مستعملين الكونتور، دونك نحيدوا هذا ونديروا دي كونتور. دي كونتور ديالنا هو هذا زد ار يو او سي كا. هنا عطينا دي بوان دانتيروغاسيون، نعطيو لادريس ديال شي كونتور زد ان مثلا. اوكي، هنا نفس الشيء، كنعطيو دي زادريس هنايا في السات وفي الروزيت. نعطيو او 124.0، لا عفوا بوان، ندير هنا الزيرو. عطيناها فين كنديرو لانكريمونطاسيون، دونك انا نعطي او 124.1، هنا غنعطي او 124.2. بطبيعة الحال انا في لاطابل دي مليمونيك عطيتهم الاسامي ديالهم، السات والروزيت والانك. بالنسبة للديز غادي نعطيها شي ادريس ام، هاد المرة نعطيوها ا دبليو 55. وبالنسبة لزد دبليو هنا فين كنعطيو لا فالور ديال دي كونتور، غادي نعطيوه مثلا 9 ولا 8، ولكن ما نكتبوش 8 ديريكتومون، حتى نديرو سي دياز 8، نديرو اونتري. وبطبيعة الحال غادي نديرو واحد الكومباراتور، نحيدو هذا ونديرو في بلاصتو كومباراتور فوالا اللي فيه تساوي. هاد الاول كومباراتور تساوي، وحنا دائما ناخدو نومبر اونتي. بالنسبة لا فالور اللي نديرو بها لا كومباريزون هي لا فالور دو سورسي، هاد ا دبليو 55 اللي فيها الكونتور نديروها هنايا. وغادي غادي نديرو لها لا كومباريزون ديالها مع الزيرو، يعني خاص الكونتور هاد دي كونتور من يوصل لنا للزيرو غيشعل لنا هاد لا لومب. غنشارجيو البروغرام ديالنا، وي نديرو فيزواليزي، نمشيو السيميلاتور ديالنا. بالنسبة للدي كونتور ديالنا كنا سميناه زد ان، فوالا حنا درناه هنايا. أول حاجة بالنسبة للدي كونتور خصنا نديرو ليه سيت، نحطو فيه هاديك لافالور اللي بغينا حنايا نديكونتيو منها، يعني خاصو يبدا لينا من 8 ويتم جاي هابط. باش نديرو سيت حنا عطينا هاديك لونطري اللي درناه هنايا اللي سميناها سيت، ولادريس ديالها او 124.1 اللي كاينه في هاد لونطري سيت. غنديرو ليها كليكيو عليها، فوالا لا هي هادي لادريس ديالها. فوالا كيما كتلاحظو معايا، نرجع هذا في الدي سي بي، هنايا الكونتور عندي فيه الرقم 8. دابا غادي نبدا نديكونتي، دونك هاد القضية هنايا هادي غادي نسميها، غندير دوبل كليك هنا باش نبدل هاديك انك، غنسميها ديك، حيت حنا عندنا ديكريمونطاسيون. غندير اوكي، نشارجي، وي ندير فيزواليزي. غادي نمشي للديكونتور ديالي، قلنا فيه 8، غنبدا نديكونتي. ملي كنورك على وحدة من هادي كيديكونتي ليا بواحد، فوالا وصل ليا 7. غنبقى نورك هنايا، يعني فين ما غادي تجي واحد لامبيسيون على هاديك البيت غادي ديكونتي لك. اون فوا غادي يوصل زيرو هاد لا سورتي ديال هنايا غادي تولي فيها نيفو لوجيك ان. كيما كتلاحظو معايا لا لومب ديالي شعلات من بعد ما سالا ليا ديكونتور ديالي. نفس الشيء الا بغيت نعاود عاوتاني ديكونطاسيون من جديد خاصني تندير ليه سيت، هداك الديكونتور ديالي نحط فيه هاديك لا فالور اللي بغيت نديكونتي منها. عاوتاني نورك على البوطون ديالي ونبدا نديكونتي من جديد. اون فوا غادي نوصل للزيرو لا لومب ديالي غادي تشعل. دونك في هاد الفيديو تا هو غادي نكونو ضربنا عصفورين بحجر واحد، شفنا الديكونتور مع الكومباراتور ديال ايغال، وان شاء الله هادشي يكون مفهوم. وفي الفيديو الجاي غادي نشوفو الكونتور والديكونتور بجوجهم في بروغرام واحد. السلام عليكم ورحمة الله.